مناضل اتحادي، احد مرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه في الجماعات المحليه. تحيه طيبه للاخوه الصحافه. الان كنتواجدوا بمقر احد مقرات الحمله الانتخابيه، حمله انتخابيه لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. بكل تاكيد في هذه المحطه هذه الاتحاد الاشتراكي بعد تجميع قواه وبعد واحد النقد الذاتي اللي وضعوا لواحد المجموعه من الممارسات الماضي، الان عازم بأطر لها من الكفاءات المشهود لها لا على المستوى المحلي والجهوي فقط ولكن على المستوى الوطني والدولي. فخورون بما نحن عليه اليوم، وبكل تأكيد ماضون لتصحيح أوضاع هذه المدينة، المدينة التي نحبها ونعشقها ونأمل أن تتغير بوجوه نأمل فيها خير. والاتحاد الاشتراكي الآن هو تقدم المرشحات والمرشحين ديالو للانتخابات 8 شتنبر 2021، قدم واحد المجموعة من تقنيين مناضلين مارسوا ويمارسون ميدانيا، كلهم أمل في تصحيح أوضاع هذه المدينة. بطبيعة الحال مدينة اللي عرفت في الآونة الأخيرة ركود، لا على مستوى الجماعة ولا على مستوى المجلس الإقليمي ولا على مستوى مجلس الجهة. ثقة سكان مدينة وجدة كنلمسوها في الميدان، يأملون خير فينا، ونقول لهم قادين وجايين، وهو شعار الحملة ديالنا. هذه الحملة ميدانيا دخلنا أحياء اعتبرت في زمن معين أحياء محصنة لحساب أحزاب أخرى، بين قوسين لقينا فيها كل أشكال الترحاب، وبكل اطمئنان عازمون على أننا نخوض هذه المعركة بكل قوة. آمنا في من لم ينخرط هي مناسبة للانخراط من أجل بناء هذه المدينة هذه وهذا الإقليم العزيز علينا جميعا. بكل تأكيد هي محطة حاسمة، دعوة لنا جميعا بنات وأبناء وجدة من أجل التغيير. نؤكد لهم وبصدق أننا ما وفرنا إلا مرشحين ومرشحات اللي هما في المستوى، مرشحين ومرشحات لما يهمهم الوحيد الأول والأخير هو التغيير، هو بناء مدينة وجدة، هو جعل وجدة عاصمة للجهة الشرقية، وهذا هو الهدف الأول والأخير. عمر أعنان، أستاذ باحث، وكيل لائحة البرلمان لعملة وجدة أنقاد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رمز الوردة. نحن الآن متواجدون في أحد المقرات لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي فتحناها على صعيد مدينة وجدة. واحد فتحنا زهاء 30 مقر في مختلف أحياء المدينة مخصصة لانطلاق الحملات الانتخابية في الأحياء.
وقد جندنا في هذا مجموعة من الشباب والشابات مناضلات ومناضلي الحزب الذين انخرطوا في الشهور الأخيرة في صفوف هذا الحزب متطوعين من أجل تقديم لون الحزب لون الوردة في مدينة وجدة. وكذلك هذه الحملة نسعى من ورائها تقديم مرشحات ومرشحي الحزب وكذلك برنامج الحزب للمواطنين على صعيد المدينة. هذه الحملة أو هذه الاستحقاقات خضناها تحت شعار قادمون قادرون قادمون ضمنها. من حال ناحية الشكلية فإنها أولا تحترم جميع ضوابط أو الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا سواء من حيث التباعد أو من حيث التعقيم وكذلك من حيث ارتداء القمامات وكذلك القفازات التي يرتديها الشباب والشابات عندما يقدمون أوراق الحزب أوراق الحملة للمواطنات والمواطنين. وكذلك نريدها أن تكون مخلقة في السهر على نظافة الشوارع وأزقها والفضاءات العمومية دون توسخها بالأوراق أو رمي الأوراق. وكذلك نريدها أن تكون مخلقة في احترام المواطنين ومقابلة المواطنات والمواطنين بابتسامة ونقاش البناء والصريح مع احترام دون الدخول في مشاكسات كلامية. إذن هذا منطلق الحملة من ناحية الشكليات. ومن ناحية المضمون نريدها أن تبلغ الرسالة التي نريدها هي التغيير التغيير وكذلك الأولويات التي يحملها برنامجنا الانتخابي لا من ناحية التشريعية كبرلماني ولكن كذلك كل ما يخص عملة وجدة إنقاذ في تنمية المنطقة. إذن هذه بخلاصة ما نتوخاه من هذه الحملة. ونحن بجد مطمئنين على ما تؤوله إليه بس تؤول إليه نتائج هذه الاستحقاقات ولكن رغم ذلك ما زال هناك بضعة أيام لنصل إلى 8 سبتمبر ولدينا المزيد من العمل والجد لتعزيز مكانتنا في الحقل السياسي هنا في مدينة وجدة. شكرا.